أتسأل من نحن؟ نحن الإبداع. بداية أسامة صانع الأحلام، وثانيا نسيم مشاغب القافية من دون نقاش، ومن ثم نور صاحبة الابتسامة وسيدة البداية في متاهة الفن، والآن أيهم صانع الأجواء في لعبة البداية وإنذار النهاية. وننطلق في باقي الحكاية مع نبيل رفيق الحكاية، وطاهر سارد الأحداث، ومحمد سيد الحكاية سارد الألعاب، ويحيى مغني الأحلام قاتل الهاوية، وسفيان فنان الحكاية وكاتب الأحلام، وأماني من قلب الحياة ورمز الأماني، ولا ننسى ولا ننسى أماني من قلب بوزيد رافعة الستار، ومريم بين الألغاز وبين الموضوع، وآمنة رفيقة الحياة بين المجموعة، ونزيها ورثة الفن في النهاية، ونور يملك ألف قصة وحكاية، ومجد سارد الأحداث مردد الآمال كاتب العهد. أريد أن أذكر بعد انتهاء هذه القصيدة بأن الفن شيء جميل، وبأن الشكر شيء جميل، فلذا أقول لكم على طريقتي شكرا لكم على الاستماع لهذه الأبيات على هذه الكلمات، وأنصحكم وأقول بمناسبة اليوم أوجه تحية لصديقنا نور لأن اليوم تاريخ ميلاده، وشكرا لكم. وكل علاش لقلوبك زاد فيك يا حياتنا، تقولش ليا منسيتنا، ما ودتنا كان بلا جراح اللي كويتنا، حتى حباب خليتنا بلا ما لمونا علي ما عملتش ديتنا، وزيدي زيدي فعذبنا قلنا راح بين لحيوت الخايخة شبابنا، وما يراس خاف بالي صورة اللي ما فارقتش خياري، وحداني يا سنيني ما تنام عيني ليالي، نعرف تناس معدن والذهب غالي، أي وعلاش هجرتني تنغمض عيني وتاخذني لحلام من ايديا، ونعلى ونحلق في اسما جديدة وننسى الوجايا. أحلى جروب فيك يا كومبليك يا سيقي من أسفاقس، أحلى جروب فيك يا تونس. وعليش ما سمعوني شفت الفرم بعيوني، يا بنتي يا اللي عليك حجبوني.